السلام عليكم البنات ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اولا كنقول لكم مرحبا بكم جميعا، عائلة ام عائشة الكبيرة والصغيرة. ثانيا شغنقول لكم اليوم فيديو خاص كنوجه به الشكر للجميع الجميع الاصدقاء الجميعا بالفضل ديالكم. الحمد لله والشكر لله، تفعلت القناة ديالي، العقبة لكم كاملين والشكر لكم جميعا اخوتي. ما نقدرش باش نذكر السميات، محيت كما قلت لكم بزاف اللي عاوني، وإلا جيت نذكر السميات يعني خفت ننسى شي واحد وداك الواحد يتقلق عليا. وانا الفضل ديالكم فعلا كبير 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 بزاف. كنقول لكم شكرا 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 لكم جميعا، ويا ربي تخلينا في اش غنقول لكم في الصواب، ويجعل ربي تعطينا القوه باش نزيدوا القدام جميعا. واش غنقول لكم بصراحه الله فرحانه بزاف، فرحت بزاف لواحد الفرحه ما كتصوروهاش. وكنتمنى اش غنقول لكم، كنتمنى يفرحكم الله سبحانه وتعالى كاملين، حيت انا ما نويتش ما نكذبش عليكم، عمري نويت غير واحد النهار باش القناه ديالي توصل، ولكن ربي كبير. ولا فعلا كما كنقول لكم، الا تعرفتوا على الناس اللي كيبغيوكم ديال بصح، حيت اكيد غيوقفوا معاكم وغيعاونوكم. لهذا اش غادي نقول لكم، فعلا كما كنقولوا اليوتيوب، واخا سميت يوتيوب ولكن فعلا راه كتوليو عائله، بحيث كتشوفي كل شيء كيجري معاك، كل شيء كيخدم معاك، كل شيء كيسول فيك، كل شيء كترجع عائله. لهذا كنقول لكم شكرا حبيبتي بزاف، وخليكم معايا حتى نوصلوها اللي غادي نقول لكم تكون مشهورة عالميا ان شاء الله بيكم. وما من ما كنتوش نتوما انا والو بلا بيكم نتوما. شكرا لكم بزاف الحبيبات ديالي. المهم دابا غادي ندوز نقطع معكم واحد الكيكه، صوبتها بسم الله عاديه البنات، اكيد غتعجبكم، حيت واحد المتبعه من اسبانيا قالت لي انتما شفتوا غير بالبسكوتي كتجي واعره. هانتوما شفتوا البنات، نقول لكم كتجي بنينه وسهله، ما فيهاش شي خدمه ولا شي حاجه. واحد المتبعه من اسبانيا كتقول لي ديما الله يرحم باك يا ام عائشه، ملي ديري شي حاجه شي حلوه قطعيها لينا. هان لا قطعت لك يا الله باش تبقاي على خاطرك. المهم بالصحه والراحه، وبقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا المقادير، يعني ساهله البنات، سهله سهله. الا عجبتكم بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا، غندوزو المقادير ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش الطريقه اللي صوبتها بها. وهديه لكم كاملين اخوتي، واخا شي حاجه بسيطه بسيطه، ما نتوما غاليين بزاف بزاف بزاف. وشكرا لكم جميعا، وشكرا للحنان، راه صورت فاش مشيت عندها ورجعت، راني صورت الفيديو ديال فاش كنت راجعه، ولكن البنات تمسح ليا ولا شقع ليا، سمحوا ليا ما كملتش التصوير، نمشي نقلب عليه باش مونطيه ما لقيتوش. مهم شكرا ليها بزاف بزاف. اش غادي نقول لكم، واحد السيده تستاهل الاحترام وتستاهل التقدير، مشينا عندها واحد السيده طيبه 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 لاقصى درجه البنات، ما نقولش لكم، وعزيزه عليا بزاف، وسبحان الله العظيم ما عرفتهاش بزاف الوقت، ولكن دارت المكانه ديالها. واكيد كاملين عندكم المكانه ديالكم، وان شاء الله اكيد غنشوفكم كاملين وغندور عليكم بوحده بوحده ان شاء الله حتى نزوركم جميعا. وشكرا لكم حبيباتي، يلا دوزوا معايا المقادير باش ما نطولش عليكم الفيديو، وكنبغيكم كاملين واحد البوسه لكم جميعا، وواحد الفرحه ما كتصوروهاش، وكنتمنى كنتمنى ربي سبحانه وتعالى يفرحكم جميعا. البنات صافي حنا دزنا المقادير ديال التورته ديالنا، ما نحتاج لهنا التفصيل، غنحط فيه القطر ديالي بحال هكذا. غنحتاج هذا البسكويت، كنتمنى يكون كيبان، انا ديما التصوير كيجيب لي ماشي هو هذاك. غنحتاج الحليب باش نفسك هذا البسكويت، نحيد هذا الجبن هنا. غنحتاج الكريمه، غنحتاج هذه كما كنتمنى تكون كتبان لكم، يعني ساهله بدون فرن بدون تعب. وهذا لاصوص الشوكولاط يعني اللي للتزيين، نتوما كيبقى لكم الاختيار، كيمكن لكم تزينوا باي حاجه حبيتوا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لمرحله سهله البنات، كيجي زوين كيبغيو الدراري بزاف.
نتوما البنات كديروا الحساب اللي بغيتو. نبدأ في التهريسة، بسم الله. يعني كتشدو بسكو ديالكم كتفزقوه بحال هكا، طريقة سهلة البنات كما قلت لكم، وطورطة بدون فورم. كتجي يا سلام، كتجي بنينة. اللي عندكم البنات هادوك سميتهم المنسمات بحال دابا هكا ديال المشماش، انا قلبت عليهم البنات لكن ما لقيتهمش. المشماش الفريز الكونفواز، يعني اللي عندكم كتشريوهم، كتزيدو معاهم غير شويه ديال جليسيلين او ناباج او اللي بغيتو باش تخدمو صافي. كتزينو بيت يجيو البنات كيجيش، غنقول لكم بصراحة الله كيجيو بحال ديال الباتيسري، ما غاداش يبان لكم الفرق. لي ما بغاش تشرب الحليب طلع فراسها ما حملاتوش. باش تجي ليا وحدة صافي البنات، كتبقاو على هاد الطريقة هادي، كتستفو كاع البسكو ديالكم. من بعد غادي نطربو الكريمة، غادي نغطيو بها. كما قلت لكم ما فيها لا عذاب لا حتى شي حاجة، تحتاجو تدخلوها الفران لا والو. طبعا مثلا ندوزو للتحضير الكريمة. جل طراب لا حتى شي حاجه البنات. نتوما البنات اللي ما عندكمش حتى هذه المفرن عليها، كتشدوا غير كاس الحليب بارد ديروه في الثلاجه، من بعد كتزيدوا معاه كريم شونتي بودره، يعني راه كاع كتلقاوها، يعني اللي بغى يشريها حليب راه كيشريها، اللي بغى يشريها بودره كيشريها. وكتضربوها مع داك الكاس الحليب البنات غير بيديكم او بفرشيطه او باللي كان، يعني واخا ما يكونش عندكم الطراب هانتوما شفتو، وكتطلع ان شاء الله مره اخرى نحضرها معاكم. دابا غنشدو هادشي اللي هنا ونخويو على هذا اللي هنا، وانتم عارفين هادي شحال المذاق ديالها البنات زوين، يعني كيحمقوا عليها الوليدات. نتوما كما قلت لكم الكريمه نتوما اللي كيبقى لكم الاختيار، يعني كديروا اللي كتفضلوه صافي. ونخلطوها ان شاء الله كما كنقول لكم، انا ديما قرزازه صافي. البنات انا درت الطبقه الاولى ديال الكريمه ديالي، دابا غادي نزيدو الثانيه. الطبقات نتوما اللي بغيتو شحال بغيتو ديرو، هانتوما البنات هنا ساليت كاع البسكوي ديالي شفتو، وداك الفراغات كاع كتقطعو مثلا البسكوي اللي كيكون بحال هكا طريفات صغار، وكتعمرو به كاع داك القنوط اللي كيبقاو خاويين صافي. دابا غادي نخوي الكريمه ديالي ونقادو. عفوا سمحوا لي نقول لكم ديما التصويري، انا راه حالتو مكرفص البنات. انا زيت ساقدمكم باش نزينها انا وياكم، انا البنات غنزينها غير بهكا بهاد الطريقة هكا ديال لاصوص الشوكولا كما قلت لكم. نتوما كيمكن لكم تزينو باللي عندكم،
كما قلت لكم كتجي زوينه وما مكلفاش. نتمنى البنات تجربوها واكيد غادا تعجبكم. من بعد البنات انا بغيت نزيد ليها نضيف ليها الطريقه هذه، هذه اختياريه البنات، الا بغيتو ديريها ليها ما بغيتوش تخليوها غير على هذه الطريقه هذه. يعني كتشدوا غير واحد العود ديال لي كورتو واللي اللي عندكم وكتجربوا بهذه الطريقه هذه. صافي هذا انا نوريكم شنو ندير فيهم، تحطوها بحال هكذا اختيارية كما قلت لكم، يعني غير باش تحسوا بان راكم دايرينها بهذا صافي. البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم البنات، غير جربوها كما قلت لكم راه كتجي كيكه واعره بدون فرن بدون تماره. شنو نقول لكم، بسيطه بسيطه، انا راه ما عنديش ناقصني بزاف ديال الماتريال، يعني راه بغيت نديرها بطريقه واحده اخرى لكن دوماج ما عنديش بزاف الحوايج ناقصيني هنا في الدار، يعني داري الاخرى كيكون فيها كلشي موفر، هذه باقيه ما تقادتش. ولكن كما قلت لكم المهم ما يهمش كما جات تجي، ولكن المهم هو المذاق، كتجي روعه. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه وشكرا لكم، والى عجبتكم ما تنساونيش من الاشتراك واللايكات. يلا مع السلامه يا الحبيبات ديالي، شكرا لكم.